هاي كبيرة يا أحمد اليونس، هاي كبيرة. تحرك. بسيطة من الفهم. اهلا وسهلا يا ابو عزمي. هذا كبير يا ابو صالح، اكبر منك من الثوره نفسها. ما حدش اكبر من مصلحه الوطن. حذرناك كثير يا ابو عزمي بس ما فيش فايده، اخرتها قتلت شاب من اشرف شباب البلد. اذا كنت بتقصد اكرم السويدي انت اكل مني اقدم لك افادتي. وخليني اذكرك انا ابو عزمي لعلي اذا الثوره خلتك تنسى. لا ما نسيتش يا ابو عزمي، حاولت انسي حالي بس انت كنت دايما موجود حتى تذكرني. يا زلمة قول وغير. بقول بس ما بغيرش، هذا اللي صار يا اخوي. ابو عزم العلي. ابو عزم العلي بلحمه وشحمه. هو اللي كان سايك الناس قدامه بالعصا، الكبير قبل الصغير. ما ظنيتش اعيش حتى اشوف الدنيا تنكلب هالكلبي. هذا احمد اليونس اللي بكيت. احمد ربك انك نفدت بجلدك يا ابو عايد. أكلم منها، ما هو ابني معه. لو بده يستد منك كان عملها قبل ما يصير ابنك معه. لكن بدك المزبوط، أشهد بالله إنه مخلص، ولو ما إنه هيك كان استغل قدرته في الثورة من زمان وبهدلك بهدل منيحة. وين تأخرت يا عمي؟ شو كان بده أبو كمال؟ مالك يا عمي موجوع؟ كل وجع ولدواه. إيش لا سمح الله؟ مش مهم. الحالة مش عاجبتني يا عمي. إيش قصدك؟ الشباب تركوا الفصيل وما ظلش منه غير. صحيح وصلتهم رسائل من الثورة؟ على هالحساب شو صفينا احنا؟ ليش هيك اللي بيصير؟ ليش بيتعاملوا معك بهالطريقة؟ طيب ما قلت لي شو صار مع ابو صالح؟ ما بيصير الا اللي لازم يصير، وما بعرف قدرك الا اللي قدرك. روح خليهم يحضروا لي الفرس. وين يا عمي؟ لا تسأل، روح اعمل زي ما قلت لك وبس. طالع لوحدك؟ وبعدين معك. والله وقع في الاخير. يا خساره. خليه ينكشف على حقيقته. ما هاي نهايه اللي زيه. اللي بكون اجر في الجنه واجر في النار، لازم وحده من الاجرتين تلحق الثانيه. يا هون يا هون. كنت بتمنى لو اجره اللي في النار لحقت اجره اللي في الجنه. مش العكس زي ما صار. هاي الوقعة ما بتضر أبو عزمي وبس، هاي بتضرنا كلنا. صحيح كلام أبو صالح، صحيح 100%. شو الحكي اللي قاعد بسمعه من الناس يا أبو صالح؟ عمي ما حدا في الدنيا بيطلع بيده يربطه ويجري. بس بيطلع بيد عمك يجلد خلق الله ويسفك دمهم بدون حق. يعني صحيح؟ تعال يا محمد. في حديث ثاني. ما ضل حكي بيننا، خلص من اليوم وطالع. اسمعني يا محمد، كل اللي عمله عمك بيهون قدام اللي وقع نفسه فيه. عمك مش بس خان الثورة،
عمك خان دينه ووطنه والثورة. فشلت. اسمعني ولك، عمك قاعد بيتصل مع الانجليز، بدبروا مع بعض ضد الثورة اللي كان امبارح يحارب. خلاص. لا 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 يا شباب، عسل كل فرد وعطية. خير ان شاء الله يا ابو صالح، خير. الاغلب انها ما صابت العظم. والله كان خرجه اللي كتن هون. هو معامل هالعملة وعارف حاله بيطلع حي. بس طلع حي. كويس. اللي صار كويس. كويس. ما بيهوج هالهوجة على تهمة الخيانة. للزلمة شريف. الموت عنده أهون منها. بسيطة بسيطة. بكره بيعرف الحقيقة. محمد تعال 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 أعرفك. This is Muhammad. He is my nephew. Don't mention it, sir. He's still young. Please have a seat. شراك اليوم مش بطالة. أنا لهالوقت ما تشكرتك يا أخوي عاصي. أنا مديون إلك بحياتي. فلتك من هالسالفة يهو. بعدين مين بده يطلع بالجاهة لما بده يطلب حياة؟ إن شاء الله لعيونك يا أخوي عاصي. عراسي عراسي. بإيش صافي؟ مش مرتاح يا أخوي محمود. موجوع؟ مش اجري حال الثورة يا اخوي محمود، زي الشجرة اللي قاعدة تذبل. الفرنسيين بدوا يضيقوا على جماعتنا في سوريا، وانت عارف شو بتعني سوريا بالنسبة لنا. محمد اسمع يا محمد، آن الأوان إنك تفهم بعض حكايك. الحياة الحياة مش أسود وأبيض زي ما بفهموها الشباب. مش إحنا برضو اللي بنعمل الأبيض وبنعمل الأسود؟ مش دايما. اسمع يا محمد، أنا عمري ما حبيت الإنجليز ولا راح أحبهم، وهم ما بحبوني. أنا كتلت منهم قدام عينيك، مزبوط؟ ويا ترى مين اللي نسي كبل الثاني؟ انت ولا هم يا عمي؟ الانجليز هم اصحاب الشعار اللي بيقول في السياسة ما في عدو دائم ولا صديق دائم، في مصلحة دائمة. مصلحتهم عارفين، بس شو مصلحتنا احنا يا عمي؟ يا محمد انت عارف انه الثورة طول عمرها تتنفس من سوريا، ومن هناك بيجي السلاح.
وسوريا مين اللي بحكمها؟ الفرنسيين. الفرنسيين كانوا ممضين عليهم هناك نكاية في بريطانيا مش محب فينا. بكرة اضطرتهم الحرب انهم يتحالفوا. راح فرنسا تغير موقفها في سوريا من نشاط الثورة هناك. وهذا معناه ان الثورة تفقد رئتها اللي بتتنفس منها. يعني تموت. واحنا نعجل بموتها؟ مش هيك. بس اذا كانت ميتة ميتة. ضروري احنا نموت معها؟ مش قادر افهم الحكي. اخرتك تفهم وتكدر. يلا عاد. بلاش توري عمك الوجه الكشر. انا مش ناقصني. حضر حالك يلا سلام الجمعة الجاي. ايش الجمعة الجاي؟ يعني عامل حالك مش فاهم؟ خلاص انا الاوان اني افرح فيك وبنت عمك. بدي اشوف اولادك واولاد بنتي يرفضوا قدامي. يلا. طلع الزين من الحمام، طلع الزين من الحمام، او الله واسم الله عليه، الله واسم الله عليه، او يا ابو الحطاوي العقال، يا ابو الحطاوي العقال، منين صايد هالغزال، منين صايد هالغزال، او نيالك يا ابو حطاه، نيالك يا ابو حطاه، منين صايد هالبطاه، منين صايد هالبطاه، او يم الثوب مقرزتيه، يم الثوب مقرزتيه، او حطيت البلاوي فيه، حطيت البلاوي فيه، او عان جوازك خبيتيه، أو يوم الزفة أطلعتي، أو يوم الزفة أطلعتي، أو يوم الزفة أطلعتي، أو يوم الزفة أطلعتي. لعينيك يا عمي لعينيك. لم تنقض الشهور الأولى من عام 1939 حتى بات واضحا أن الثورة قد بدأت تدخل في طورها الأخير، وأن عوامل الضعف الذاتية والموضوعية بدأت تتغلب على جسمها. وكانت نذر الحرب العالمية الثانية تلقي بظلها الثقيل على واقع الثورة ومستقبلها. رغم كل شيء الثورة حققت أشياء كثيرة، ولا في النهاية اضطرت بريطانيا تتراجع عن مشروع التقسيم اللي نص عليه تقرير اللجنة الملكية في سنة 37، وأعطتنا كتاب أبيض جديد. زي ما بيقولوها أخواننا الفلاحين، ضربي على الحافر وضربي على النافر. لا احنا قبلنا فيه ولا حركة الصهيونية. صحيح، بس اللي بيهمني منه المغزى. لأول مرة بتعترف بريطانيا ولو ضمنا بحقوق الشعب الفلسطيني. وفي اشي اهم من هذا كله عملت الثورة، الفلاح اللي حمل البندقية واخذ زمام المبادرة طول هاي السنين. مش ممكن يرضى يرجع للنقطة اللي كان فيها قبل الثورة. الآن أدرك قدراته وإمكانياته وكسب ثقة كبيرة في النفس. تجربة الثورة علمته انه بس بالعلم والثقافة بقدر يجمع بين ايديه زمام المقاومة العسكرية والسياسية مع بعض. ابو صالح بعده بالجبال؟ يعني شو ظل في فايدة من قعدته في الجبال؟ شو بيسوي هناك؟ قول شو بده يساوي هون لما ينزل الجبال؟ هناك الكايد ابو صالح، شو بده يرجع هون؟ روح يما شوفه واحكي معه، الله يرضى عليك. وبطريقك ميل على ابو عايد عشان عصير الزيتونات. يلا. والله شو بدي اقول لك يا مسعود، بدكم تاخروا قطف الزيتونات ابو اسبوعين. بس يا ابو عايد اذا تاخر الزيتون اكثر من هيك بخرب. طبعا شو بدي اسوي انا، الناس سبقتكم وتسجلت على الدور، وزي ما انت عارف هاي المعصره بتخدم البلد واللي حواليها.
وصحيح احنا تاخرنا، بس كلنا دورنا محفوظ عند ابو عايد، بدناش دور عنده. يا ريت يا مسعود، فيش احسن من الدور، لا بتزعل هذا ولا هذاك، ما فيش حدا احسن من حدا. كاشم قاعدة بالجبال كان. وما إن دخلت بريطانيا الحرب العالمية في مستهل خريف عام 1939 حتى كانت الثورة قد انتهت عمليا، وما لبثت أخبار الحرب العالمية أن ضغط على كل شيء وتلاشت الثورة كما يتلاشى آخر النهار تدريجيا، بلا حد فاصل، بلا إعلان. ولكن يبقى هنالك بعض الأشخاص الذين لن يقبلوا بسهولة حقيقة النهاية حتى بعد أن تصبح واقعا ملموسا. ما ضلش غيري وغيرك يا عاصي يا أخوي، وأنا وأنت كتار مش قادر أطلعها من ثمي. إيه والله، وأنا مو غدران كمان. الإنجليز بعدهم ببلادنا، واليهود باكي معاي 20 طلقة، وأنا معي قدون. يعني الثورة ما انتهت. روح اتجوز حياتي يا أخويا عاصي، روح. حياتي اتجوزت. وانت؟ هو من زمان، زمان كتير. عاصي 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 خول، عاصي عاصي خول، عاصي رد علي عاصي. انتهت ثورة الريف الفلسطيني، ولكن آثارها ستبقى حية فاعلة وإن لم تكن منظورة دائما. أما أخي أحمد فكان لابد أن يمر وقت ما قبل أن يعترف بالواقع المر. كان ما زال معه عدد من الطلقات، ولم يزل الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني قائمين، فلم يكن يحتاج إلى شروط أخرى لكي يبقى مع سلاحه في الجبال. Thank you.
ترجع معي يا اخوي. امك وابوك بيستنوك. الثورة انتهت. مين قال؟ مين أعلن نهايتها؟ ما سمعتش بهيك إشي. ما وصلني أمر من قيادة الثورة ولا حتى من اللجنة العليا. لحد الآن ما كريت بيان واحد يعلن نهاية الثورة. ما شفتش هيك إشي. هو ظل في قيادة عامة. ما أنت عارف اللي استشهد واللي تشرد بريد فلسطين. بعد معايا 20 طلقة بس يخلصوا ما يصلني غيرهن. بفكر ايش اعمل يا اخوي. احمد ابو صالح يا اخوي. ابو صالح الانجليز وقفوا ملاحقة الناس اللي كانوا في الثورة. بس انا ما وقفت ملاحقتهم. بيجي وقت ثاني خيا. بيجي وقت ثاني والعشرين طلق اللي معك إلهم وقتهم. وانت لما الله يهونها. لما بتهون بيكون ما ضل سبب للثورة. أنا عارف شو اللي بالك يا أبو صالح. أنت خايف. مش هذا قصدي. عارف أنك مش خايف من الإنجليز ولا الموت. أنت خايف ترجع للكري. ترجع لحارتنا الأولى. بدون ما تلاقيك النسوان بالزغاريد. بدون ما يركض المختار وابو عايد قدام ايديك ويكعدوك في الصدر وكل ما اشرت بايدك ينطوا نط. من دون ما تسمع الناس بتقول هاي الكايد ابو صالح. بس بس انا لكيت روحي بالثورة. كنت احارب اليهود والانجليز. على قد ما كنت احاربهم وانتصر عليهم كنت احارب حالتنا الاولى وانتصر عليها. الثورة كانت حمولتي اللي صارت أكبر من كل الحمائل. الثورة كانت عزوتي اللي صارت أكبر من كل العزوات. كيف بدي هسا أرجع لحالتنا الأولى؟ كيف بدي أرمي البارودة؟ اسمع يا اخوي ابو صالح. ما بدي ازين لك الامور على غير حقيقتها. صحيح مش رايح تلاقي الناس يعاملوك زي ما كنت ايام الثوره. بس برضو مش رايح ترجع زي ما كنت قبل الثوره. احنا خلاص اتعلمنا درس. اتفتحت عينينا على الدنيا وفي مثلك مثال من الفلاحين. يلا يا اخوي ابو صالح ارجع معي. اهلك بحاجه الك.
يا علي وجايب معك كتب؟ مش مكفيك الكرايه برية البلد؟ سنه ام سنه يا زلمه يا اخي صف المدرسه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بس قال يا حسن هات كلك. خلي الناس اللي ما بتعرفني تظن اني انا اللي بكرة برا، ولا كلها خليني احس كيف بكون لو اني كملت العالم زيك. يلا لايك علي العالم. ها الا لايك. شوف الايام كيف تمر بسرعه. ايه يا ريت الواحد بيظل صغير. لا لا تقول هيك، اللي جاي احسن من اللي راح ان شاء الله. انت بيطلع بايدك تقول هيك. انا راحت علي، عمره طعم الحسره ما بيروح من زوري. كاني امبارح واقف على الطريق بودعك، واخوك مصالح حطك على حماره وتسهلته لعكه. ما ظنش يا اخوي اني بحسدك. لا 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 لا، عزك عزي وعز العيله كلها والله. لا لا لا، احنا رايحين نضل مع بعض، عيله وحده ما فرقناش اشي بقلوبنا يمكن، بس الدنيا بتاخذ وبتودي. انت بكره بالكليه العربيه في القدس وبعدها بلا ضله وانا هون. يا اخوي علي البعد مش بس في المطالع. تفضل يا اخوي تفضل تفضل. هادي جاي مش محسوبي، في إلي مصلحة بيافا، قلت بمر عليك بشوفك وبشوف ام صالح وصالح افندي ابو ساعة وبتوكل. لا هذا الحكي ما بمشي عنا. يا زلمة اختك رايحة تزعل اذا ما نمت، اقعد اقعد. خليني امر عليها، بديش اتأخر الله يخليك. لا هو اكل ما منها تتغدى عنا. ماشي مثل ما بدك. طيب سبقني على البيت وانا ابو ساعة بكون وراك. طمني هسه، كيفك انت يا ابو صالح؟ مستورة الحمد لله. ماشي بنحكي في البيت، خليني اطير اشوف ابن اختي صالح بيك. ول 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 ول، قبل شوي كان افندي وهسه صار بيك، وبعد ساعه يمكن يصير باشا. والله يستمني اللي جاي. ماشي يلا بخاطرك تتاخرش. ها ان شاء الله. من ابو صالح مش هيك؟ بس دينيه والباقي كله علينا. احكي لي اسا كيف احوالك انت وابو صالح؟ لو بتهمك احوالي كنت كترت زياراتك انت وعدليه، يعني لو ما في مصلحه ما كنا شفناك اليوم. طيب ما تيجوا انتوا تزورونا في حيفا، اكم مره احنا صرنا زايرينكم؟ قول لابو صالح لا بحب يروح ولا بحب يجي. ابو صالح رجال عظيم، ما انت عارفه شو كان فعل وصيته. على العين والراس، بس انا شو نايبني؟ ما بحب شمة الهوى ولا اطلع عند الناس. شمة الهوى والعيب عنده واحد. يا ستي كل واحد وله طباعه، والواحدة لازم تدور مع طباع جوزها. يعني اضلني مخنوقة لا طلعة ولا نزلة؟ روحي بدها تطق. اتكبريش الموضوع يا فتحية. شمة الهوى الوحيدة عنده لما نروح القرية تبعتها، اليوم اللي بنقضيه هناك بتطق روحي. احكي له خي الله يخليك، انت اللي جوزتنا يعني انت المسؤول. وبدي راديو او صندوق غنى. مره واحده جبت له السيره وتعال شوف شو عمل، زي اللي قلت له اشتري لي شيطان وحطه في البيت. الكل بخير وبيسال عن خاطركم، وعلي ما شاء الله رافع الراس في الكليه العربيه في القدس. اوف الكليه العربيه مره واحده؟ ولا يا ابو ابراهيم، انا بكيت زمان مصر على تعليم علي عشان نرفع مستواه ومستوانا معه، بلكي في يوم نترك حياه الفلح ونصير افندي. بس هسا صار في سبب ثاني، اللي بده يحمل السلاح ويعرض روحه للخطر لازم يكون هو صاحب القرار السياسي، وهذا ما بصير حتى يصير بيننا متعلمين
واصحاب شهادات منا وفينا، ايدهم حاسه بالنار زينا. عدم المؤاخذه يعني الدكان ماشي حالها معك بتكفي؟ مش بطاله. وايش اخبار القهوه تبعتك؟ بدي اشطبها وافتح لي شي عمل تاني. ليش يا ابو ابراهيم؟ والله يا اخوي ابو صالح ما عدت اطيق القعده فيها. بتذكر الشباب اللي راحوا في الثوره، فوزي وغيره، وبشوف المساكين اللي بعدهن على حالهن اللي خبرتها ايام زمان. ما نخنق. ايه مين بقدر ينسى؟ ساعات بضل مفتح عيني طول الليل بتذكر هالشباب، عاصي والعبد جوز اختي وفوزي ومصطفى وغيرهم الله يرحمهم. طيب بتصدق بالله لما بيجيني زبون وبيقول لي حط لي نص كيلو سكر ربع كيلو شاي كرش سمنه بدل ما امسك على البيع، بحس النار ولعت بقلبي. أنا يا أبو إبراهيم منتظر أوامر الزبون، يقعد يفصلني ويقول لي بصير وبصيرش. بس لا تنسى يا أبو صالح إنه أنت وإحنا جاهدنا مشان وطننا، مش لا تواخذني والله مش عارف شلون بدي أقولها. مزبوط، مش مشان الصيت والسمعة، بس الواحد منا بشر يا أبو إبراهيم. بعد كل هالإشي للإنجليز طلعوا ولا المشروع الصهيوني وقف ولا إحنا ولا إحنا ظلينا بقيمتنا. كان زواج أحمد من المدينة حدثاً مهماً في حياة الأسرة وحديثاً آخر من أحاديث القرية، وقد اعتبرته الأسرة في ذلك الوقت مظهراً من مظاهر الارتقاء. وبذلك أضيف إلى أمي سبب آخر من أسباب التفاخر والاعتزاز، لقد بلغ ولدها الأصغر أن كان أول أبناء القرية الذين تتاح لهم الدراسة في الكلية العربية بالقدس، تلك التي كانت حصراً على نخبة المتفوقين. وكان ولدها الأكبر قد بلغ قبل ذلك أن صار قائداً لأحد فصائل الثورة. ثم كان له أن يتزوج من المدينة، وليس يهم بعد ذلك أنها جاءت من أسرة مكافحة فقيرة، وقد كان على الأسرة أن تتكلف إحداث تغييرات مهمة في البيت تتناسب ولو بقدر محدود مع استضافة العضو الجديد الذي انضم إلى الأسرة. وعليكم السلام. نورت حي نورت. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيف الاحوال؟ الحمد لله بخير. صلي على النبي. تدخل يا باشا. خلص عاد. تفضلي مرت اخوي تفضلي.
ما شبعتش دراسة؟ سامي؟ خرب بطنك يا زلمة. يا اخوي استاذن بعدين ادخل، وين ادب الاسلام؟ خليني اشكو. لو كان هناك احتمال ولو بعيد جدا انك تكون مش مع الكتب كان دقينا الباب. اقعدوا اقعدوا، خلينا نسوي لنا لقمة. يلا عندي فكرة أفضل، شو رأيك ننزل على مطعم أبو جواد نملي روسنا بأكم من صحن فول وحمص وفلافل؟ طب وما له أكل مطعم الكلية؟ أعوذ بالله. سبحان الله، يعني هسا صار الفول فلافل والحمص أحسن؟ ولا هو يعني دائما المتاح غير مرغوب فيه يا شباب؟ هلا لازم تقحم تحليلاتك الفلسفية حتى في الفول. بلاش تحليلات الفلسفية، الفول بسكر المخ. واحنا بكره عند امتحان ايش؟ امتحان الرياضيات، والاستاذ احمد سعيدان مش رايح يقبل الفول عذر صحي والله للتقصير والتخلف. يعني هلا دخلنا بالتاثير الجسماني للفول والبصل، يعني انت مصدق انه الفول بيخبل؟ يا استاذ يا عالم يا طالب الكليه العربيه. لا 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 لا، لحظه في لها تفسير حبيبي، وينكم قبول علمي؟ ولك علي الطلاق بالثلاثه، كل ما تحل تطلق لتكون معنا على المطعم. يا اخوي انا سويت سمعتك قدام المدني خليتها حلف الطلاق. لا لا شيء، الكسب من هالمدني حلال. لا اله الا الله. بطلت. ايه بطلت؟ إيه والله لخليك تروح تجيب الفول بطربوشك. طربوشي؟ والله ما حزيننا غير على هالطربوش. ولك احنا اللي خليناكم تلبسوا الحطة ايام الثورة. انتوا تياستكم حطيتوها عروسنا. يلا. انكر يا صالح انكر. انكر يا سيدي انكر. اي هات الولد. هو كله إلك من ساعة ما وصل وانت مكوش عليه. ليش لا؟ تعال يا ستي. اسمه على اسمي. تعال يا حبيبي. هاتي يا أمه. هاتي يا أمه أحمله شوي. وانت شو دراك بحمل الأولاد؟ خليني أتدرب من هسا. هذا الولد مستجوز. هاتي اساعدك مرت عمي. روح انت اقعدي وظلك مرتاحه. يما خليها تتعلم. ليش؟ ما شاء الله عليها ما بدها تعليم. الاكلي ما بعجبوش. وايش اللي مش عاجبه فيه؟ انا عارفه اساليه. يا جماعه شير طلّع عليكم، عمركم سمعتوا برغل بنحشى لحمه؟ هادي كبه، في اذكى من الكبه؟ ايه علي الطلاق انها ناشفه وبتوقف بالزور. هات عنك هات. بسم الله بسم الله. كل ولا كل. قول عمي قول عمي مسعود قول. لا والله حفظ صورة البكرة من هسه. كل يا ابو صالح. السلام عليكم. عليك السلام. السلام. كيفك يا مرت اخوي؟ اهلا. الله راس زعتر؟ ماني عارفة بتحبيهن. لا تسدي جوعك فيهن، أنا لمين بدي أطبخ؟ خليهن تاخذيهن معاكم. وهدول الخبيصة عنتهم مرت عمي. كيف حالها أم العبد؟ وين ابنك ما جبتيه؟ ما أنت عارف أم العبد وحالتها. الله يعينها، الكبر ما بتحمل حركة الكلب. من يوم ما أبو العبد لحك ابنه، الله يرحمهم الاثنين، ما عاد فيها تطلع من البيت. بس احنا بنضل نطلطل عليها، ومسعود الله يرضى عليه ما بيكسر بغراض البيت. الله يخلي لي اياكم كلكم. ايه صالح يا عيون عمتك. ليش ما جبتي ابنك؟ والله مشتاكين له. مش ما بدكم تطلوا علينا قبل ما تروحوا؟ ولا معلوم. بشفك على ام العبد، ما هي فيها شي غيب عنها دقيقه، وهو متعلق فيها أكثر مني. بتشم فيه ريحة. بتضحك لي؟ بيضحك لي؟ بيضحك لعمته؟ إيه والله بيشبه أحمد. وأخوي فتحي كمان. إن شاء الله يا رب يطلع زي أبو زلمة تعالى، وزي عمه علي ذكي، وزي عمه مسعود هادي. وأنا؟ ما في إشي حدا بيتمناه؟ وزي عمو حسن حلو. خضرة مدحت الجميع وبهدلت الجميع. كيف صارت هاي؟ كيف صارت هاي؟ وصالح زلمة يعني كل الباكيين نسوان مقاطيع، وبسعود هادي يعني كل الباكيين يخوف الله بهم عبادة، وعلي ذكي يعني كل الباكيين هبل. والله ماني عارفة كيف تعوج الحكي.
تتذكر يا علي أول مرة جيت فيها من قريتكم عصفنا في عكا؟ تتذكر موضوع الإنشاء اللي كتبناه عن القرية؟ ما ببالغ إذا قلت لك إنه موضوعك أثر بطريقة معينة بتغيير حياتي أو أسلوب تفكيري. علي صالح الشيخ يونس. الحياة في الريف. مش هيك عنوان الموضوع؟ اصبر يا سامي، هات يا علي. في الأول كرهتك، في الواقع حقدت عليك، لأنه قبل ما تشرف حضرتك كنت أنا وبس. لأول مرة بشعر بالغيرة من حدا. ومن مين؟ من فلاح. بس على الرغم من كل هاد استفدت كتير. تحطمت أوهامي عن نفسي وعن الفلاح. الوهم اللي كان عندك وعند كثير من أبناء المدن عن الفلاح ما بيعادلوا إلا الوهم الجديد اللي بدأ كثير من الفلاحين المتعلمين يصنعوا عن أنفسهم وعن أبناء المدن. قصدي هاي الصورة العامة المثالية المطلقة اللي بتحاول الروايات تبرزها، يعني صورة الطالب الفلاح المجد المكافح المنافح العبقري مقابل صورة ابن المدينة اللاهي اللي بروح على السينمات الهامل اللي بينتهي أخيرا بالفشل. وهذا وهم ثاني خطير جدا. بقدر أفهم هذا الاشي، والحقيقة ما بيزعجني كتير، لأنه في رأيي هو نتيجة منطقية للحياة القاسية اللي إجا منها الفلاح. معلش كلنا وصلنا لنفس المرحلة من التعليم، بس كان لابد على الطالب الفلاح أنه يقطع مسافة أطول وأشق لحتى يوصل لهذه المرحلة. عشان هيك نعم أنا برضو بقول أنه حجم إنجازه أكبر بالنظر للجهد اللي كان عليه يبذله حتى يوصل لهذه النقطة. تصبحوا على خير. وين؟ وين؟ أقعد أقعد. خلصنا طول الوقت قاعد عم تكبي، اليوم الخجل كان طريقني. قولتك يلا الله يسهل عليك. يلا تصبحوا على خير وانت بخير. خليني أودعكم يا أخوي، بلاش أتأخر على الولد. طلع معك يا خيتا. طيب بخاطرك مرت أخوي. بخاطرك. بكير على الأوتومبيل تيوصل وقعدي. ماشي ماشي. تمسكي. أنا ما بدي منكم غير تكونوا مبسوطين. ولك خذي. الله يخلي لي اياكم يا رب. سلمي لي على أم العبيد، بوسيلي ابني. بخاطرك يا أخوي. الله معك يا خيتي.